المشكلة انه سلبياته كثيرة صراحة، يعني لان لما تقدم على الشيء اللي سويته ما راح تندم الا بعد انك غضبت، فسلبياته ما راح تندم عليها الا انك غضبت قبلها، يعني وشيء تحس انك ندمت عليها انك سويته، لكن هذا يحتاج الى الرجل الحكيم والعاقل واللي دائما وسيع البال، وان شاء الله نكون نحاول نتلافى الشيء السلبي ذا ان شاء الله. ارتفع الضغط هذا اول واحدة، تتعبك بيومك كله، عملك يأثر على حياتك الاجتماعية كلها، يأثر على علاقاتك، يأثر على يعني مسيرة حياتك كلها. أنا شخصيا بعد ما أغضب أحس أنه أنا يعني ليش غضبت، الموضوع ما كان يطلب أبدا في أنه يستاهل غضب أو كذا. سلبياته طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام نبهنا من الغضب، أنه الواحد في وقته بيفقد أعصابه، قد تصرف أنت في لحظتها تحس أنه يمكن هو الأفضل لك، ولكن بعد فترة تحس أنه تماما كان شيء خاطئ. سلبياته طبعا أنه أحيانا يكون منظرك أنت شخصيا خطأ، قد تاخذ قرار ما يكون قرار صحي ابدا في اللحظه هذه. سلبياته واجد، يعني انك ممكن تغلط على رجال، ممكن تسب، ممكن انت نفسك جوا تحترق، يعني يجيك سكر، ضغط، امراض زي الامراض هذه الخطره هذه اللي الواحد ما يدري عنها الا بعد اوقات. طبعا له سلبيات، انه التعجل باتخاذ قرارات، ممكن ندم احيانا. إذن مشاهدينا، من سلبيات الغضب مثل ما شفنا في الاستطلاع قبل قليل مع الدكتور محمد، العديد ذكر الندم، ارتفاع الضغط، السكر، أيضا تأثير على الحياة الاجتماعية، وبرضه اتخاذ قرارات ليست صحيحة. تعليقك على الاستطلاع دكتور؟ نعم، ما شاء الله، يعني الأخوة اللي في التقرير يعني فعلا جابوا أكثر سلبيات الغضب، وهذا شيء جميل، يعني هذا إن دلدل على أن الأخوة اللي تقابلوا معاهم عندهم وعي بسلبيات الغضب، وهذه أهم نقطة. نعم. لعلاج والسيطرة على الغضب لازم الواحد يكون عنده وعي awareness بالغضب. المشكلة اللي نواجهها مع بعض الناس ما عنده وعي اصلا بالغضب، يعني هو يعتقد يفكر ان الغضب شيء كويس، انه اذا انت سويت يقدر يسيطر على شيء او أيوة. يعني بعض يفرض أيوة. شخصيته ممتاز. البعض يرى انه انا لازم اغضب علشان احصل على هذا الشيء. وترى تبدا من التنشئه من الصغر، تلقى الطفل من هو صغير مثلا يبكي او يعاند او يصارخ علشان ياخذ شيء يجي ابوه يقول له تفضل. يكبر شوي وهو مراهق يصارخ ويتهاوش وكذا وياخذ على اليبان. فهنا الغضب عنده تعزز. سبب في ذلك، في قاعدة عندنا في نظرية من نظريات التعلم الليرنينج ثيري، اللي هي في بالضبط اللي هي اوبرنت كونديشنينج حق ديفيد سكينر، نظرية الاشارة الإجرائي. ترى انه اي سلوك يعقب تعزيز، فان احتمال تكرار حدوث هذا السلوك في المستقبل سوف يزداد. فمثلا اذا قام الواحد بسلوك الغضب او الزعل او المشاغبه او كذا او هذا وحصل على اللي هو يبغاه، فبالتالي حيكرر حدوث هذا السلوك في المستقبل. طبعا دكتور لو تسمح لي ناخذ اتصال ايضا من حائل. معنا محمد. الو يا محمد. السلام عليكم. سلام ورحمه الله. الله يحييك يا محمد، تفضل. الله يبارك في الجميع. امين. انا سؤالي طال عمرك للدكتور. نعم. هل الرياضي اللي يمارسون الرياضي، انا قال لي واحد اللي يمشي يوميا 5 كيلو يفقد كثير من الغضب ويفقد كثير من الامراض. نعم. هل هذا صحيح ولا لا؟ طيب سؤال ثاني. طيب يا محمد عندك؟ بالنسبة لي أنا أشوف كثير من الناس الآن. نعم. يتكلم وتتحرك أيديه واحد بالعكس، يعني يتكلم بس بلسانه، وهذا أعتقد صح، يعني هذا هو من الانفعال هالحركاي ولا؟ نعم، الانفعالات قصدك. طيب تسمع الإجابة إن شاء الله من الدكتور محمد. شكرا يا محمد. نأخذ اتصال أيضا من أم أحمد من جيزان. أهلين أم أحمد. اهلا وسهلا. السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا، تفضل يا ام احمد. سؤالي. نعم. انا معي اولاد 3، انا كنت اغضب اول زمان اول ما تجوزت بدري. نعم. كان في ظروف حدثني خلتني اكون اغضب، اخرج عن سيطرتي. بس غضبت ممكن اعاقب نفسي غضبي، ممكن ياثر على نفسي انا. نعم. بعدين خلفت 3 اولاد ما شاء الله، معي اولاد كثير، بس معي بنت واثنين اولاد. نعم. غضبوا ادى حدود، تغضبوا الاسباب الاسباب. طيب وين السؤال؟ يعني هل هو وراثة؟ في علاج للغضب؟ هل هو وراثة؟ طيب يا أم أحمد، شكرا جزيلا على اتصالك. تسمعين الجواب من الدكتور محمد. نجيب على محمد بداية.
هل الرياضة والمشي تفقد نعم. الغضب؟ بالنسبة للأستاذ اللي من حائل، الرياضة نعم أثبتت معظم الدراسات بأن الرياضة وممارسة الرياضة ولو كانت الرياضة الخفيفة نعم. زائد الأكل الصحي اللي هو البعيد عن الدهنيات والسكريات الزائدة وكذا، هذا يقلل من حالة الغضب، يعني يريح النفسية نعم. يجعل الشخص يرتاح نفسيا. ممارسة الرياضة ولو كانت بشكل خفيف، يعني مو لازم أن تكون الرياضة شيء كثير أو مجهود بدني مرتفع أو كذا. فالرياضة زائد الأكل الصحي الجيد يقلل من الغضب، وحتى يعالج يعني معظم الأمراض الجسمية، أو على الأقل يسيطر عليها، زي يسيطر على معدل السكر في الدم، على ضغط الدم، على التوترات، وهذا كلها تنزاح. بالنسبة للانفعالات اللي سأل أيوة. بالنسبة للسؤال سأل عن الحركة والانفعالات، تترجم أنه هذا زعلان ولا لا؟ أي. في نوعين من الحركة. إذا كانت الحركة زي الشرح الآن، أنا قاعد أشرح وقاعد أتكلم أستخدم يديني، ها؟ نعم. هذه تسمى لغة الجسد، ما لها دخل في الغضب، ما لها علاقة في الغضب. يعني أنا لما أنا جالس أشرح وأتكلم وكذا وأستخدم اليدين، هذه تسمى لغة الجسد، هذه ما فيها مشكلة. أما الانفعالات الأخرى اللي هي مثلا لما الواحد يزعل أو يعصب مرة، تلقاه ممكن يسوي يعني حركة بيده أو يسوي كذا أو يسوي كذا أو يحاول يتهجم على الشخص الآخر، هذه تكون الحركات ناتجة عن انفعال الغضب. ففي نوعين من الانفعال من الحركات. إذا كانت لغة الجسد لا بأس بها، خصوصا إذا كانت لغة مؤدبة يعني لا بأس بها، حركات مؤدبة. أما إذا كانت حركات نابعة من الغضب، هذه اللي واحد لازم يسيطر عليها يعني قدر المستطاع. في بعض الناس دكتور إذا غضب يعني شعره، يشيل شعره بيده أتوقع، أو يلعب بشعر بوجهه أو شيء زي كذا. أي نعم صح نعم. وفي أمراض يعتبر مريض نفسيا يعني. نعم. وبعضهم كمان إذا غضب يقعد يقلب مظافر. هذه كلها سلوكيات زي ما تفضل الأستاذ من حائل، هي تكون نابعة عن الانفعالات الشديدة اللي هي القلق والتوترات، انفعالات الغضب، فتكون ناتجة عنها هذه السلوكيات في الغالب. نعم. أيضا أم أحمد من جيزان ذكرت أنها كانت تغضب والحين يعني صارت تسيطر على غضبها، أطفالها يغضبون، هل هو وراثة؟ أيوة طبعا. بالنسبة للغضب للأطفال أنا أبغى أقف هنا وقفة نعم. علشان السادة المشاهدين يعني كمان يستفيدون. نعم. الأطفال يتعلمون الغضب، الأطفال والأبناء والبنات والمراهقين يتعلمون الغضب من خلال ملاحظة سلوك الآخرين. يعني هي في البيت تهاوشت هي وزوجها وعلوا صوتهم والبيت كله غضب في غضب، فالأطفال الصغار أو الأولاد من خلال مشاهدتهم لسلوك الوالدين حيتعلموا. أيضا وسائل الإعلام، الأطفال الصغار خصوصا والمراهقين أيضا لما يشوفوا أفلام، يشوفوا مثلا أفلام كرتون أو أفلام أكشن وكذا، فدائما فيها مضاربات وفيها قتال وكذا، فتلقى الطفل أو الولد يحاول يقلد الأفلام هذه، وسبب في ذلك أنها تعرض عليه مرارا وتكرارا، تعرض عليه مرارا وتكرارا. فالأفضل والنصيحة كمتخصص في علم النفس أن لابد على الوالدين وعلى البيوت أنهم ينتبهوا إيش يعرض لأبنائهم في البيت. يعني الأفلام قدر المستطاع تكون أفلام كرتون أو أفلام عادية، بس ما تكون بعيدة عن الغضب. لما الأب أو الأم بينهم نقاش أو بينهم حوار أو متزعلين شوي أو كذا، ها مو قدام الأولاد. الأب لما يزعل مثلا على واحد موصل له شيء من السوبر ماركت أو كذا أو هذا أو بالتليفون، يحاول لا يغضب ولا يعصب أمام أبنائه، لأن الابن حيقلد أبوه والبنت حتقلد أمها، وبالتالي حيكتسبوا هذا السلوك. وهذا الكلام قالته نظرية مشهورة في علم النفس اسمها modeling learning، اللي هي نظرية التعلم بالنمذجة لألبرت بانديورا. نعم. لو تسمح لي دكتور ويسمح لي السادة المشاهدين فاصل قصير ونواصل برنامج نفوس حائرة، ابقوا معنا.